17 جريحا في حصيلة أولية، والحافلة تعمل على خط أضرار بسكرة وانقلبت بقصر الجرارة، لكن التفاصيل سيقدمها لنا الآن مدير الحماية المدنية بالمنطقة السيد محي الدين علي. صباحك سعيد سيد محي الدين، هل لك أن تقدم لنا تفاصيل أوفى عن هذا الحادث؟ صباح الخير سيدتي. شكرا لمتابعي قناة النهار. إذا بالفعل خلال هذا اليوم على الساعة 9:30 صباحا تلقينا نداء من أجل حادث مرور. الحادث يتمثل في انقلاب شاحنة لانقلاب حافلة لنقل مسافرين من نوع هاجر التي تعمل على الخط الرابط بين بسكرة ومدينة أضرار على محور الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين أضرار وصبع بالمنطقة القرارة، منطقة القرارة. الحادث خلف حصيلة أولية تتمثل في 17 جريح يعني بجروح متفاوتة الخطورة. إذا تم نقل كل الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية لحظة يعني وصولنا إلى المكان. بالنسبة للضحايا فقط حتى الآن 17 جريحا هكذا سيد محي الدين علي، لكن ما هي وضعيتهم؟ نعم، فيما يخص الضحايا أؤكد للمرة الثانية 17 جريح تم نقلهم من طرف مصالحنا إلى القطاع إلى المستشفى في نادي أضرار في حالة جيدة. يعني لا توجد جروح خطيرة، يعني إصابات خطيرة يعني في حالة واحدة تعرض إلى جروح يعني خطيرة تم التكفل به، يعني ويعني راه في حالة جيدة لحد الآن، في حالة جيدة لحد الآن. سيد محي الدين علي مدير الحماية المدنية لولاية أضرار، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح.